ماشي. اول حاجه هنا القلايه احمص الخبز بتاعي. تمام. قطعيه مكعبات، اي خبز عندك او تورتيه ينفع، لو عندك خبز تورتيه ينفع مفيش مشكله خالص. يا سلام، احنا عايشين في المكسيك، لا ما عندي خبز تورتيه منين يعني؟ ممكن تعمليه في البيت؟ السوبر ماركت يعملوه عندهم في الفلاحة. لا ده غالي، ليه اقطع خبز تورتيه حمره؟ ماله العيش الشامي؟ العيش الشامي زي الفل بلدي. نحمص ده. الخطوه الثانيه يا حسني، احنا عايزين نوفر يا شيف. صدر او اثنين من الفراخ واقطعها شرايح طويله كده. تمام؟ تعالى نتبلها لانها تاخد وقت ساعتين ثلاثه في الثلاجه. فص ثوم مهروس. اسيبها في التتبيله ساعتين ثلاثه؟ اه. ليه؟ تبقى احلى واحلى. بعد كمان زبادي، بعد التوب زبادي، بعد الزبادي كاتشب. كاتشب اهو، كاتشب. بعد كده خل، عصير ليمون. ده لاي فراخ؟ خل ده اللي بتاعت الشاورما، اللي بتاعت الشاورما. زيت زيتون. بقشر برتقال. الله على بقشر ليمون. رواني. بهاراتك ايه يا حسن؟ تعالي شوف بهاراتي. ملح بالبرتقال، فلفل، زنجبيل، كركم، شويه من كزبره، وشويه قرفه. المقادير قدامكم مشاهدينا، اللي فاتوا اي حاجه يدخل على شاهد. حركها كده اهو يا شاب، هتلاقوا الوصفه كلها على شاهد. شوف التفاصيل يا عيوني. هو الرواني، الرواني عليها برتقال وعليها جوز هند، عليها كمان برتقال، عندها مربط مرتبط ومربط مربى مشمش وجوز هند عليها من فوق. اوكي، زي ما جابها لك حسني اهو. التتبيله دي بقى يا بنات ايوه من جوه، وطبقه عليها مربى وبعدين جوز هند. حلوه قوي. اجيب الفراخ يا بنات، احط اول حاجه فيها اهو الفراخ بتاعتي في التتبيله دي، واغطيها واسيبها في الثلاجه ما يقلش عن ساعتين، وكل ما تقعد اكتر يا بنات كل ما تحلو، كل ما تحلو. يعني ممكن اعملها قبل ما اروح الشغل وتسيبيها وتجيب الشغل يا دوب. الله ينور عليك على طول، ومش هتاخد منك وقت. غطيها وسيبيها زي ما انت شايف كده قدامك. ابص على الخبز بتاعي، بص ما خدش وقت. الصبح هتمزجيهم في دقيقتين يعني، يبقى كريسبي كده. قدامك التفاصيل اهو. الفته اصفيها حكايه، وبالهنا والشفا. احطها على منشف مطبخ يا حسني. اعمل لوز محمص. ممكن اعملها في الاير فراير؟ سهله جدا، تعملها جدا من غير زيت، معلقه واحده زيت في الاير فراير تنشفيها. تعالي بقى يطلع كريسبي كده، يطلع كريسبي ونص. هي بس فيها حاجه، انه بيشرب بسرعه، بيدبل بسرعه من الصوص، غير اللي شارب زيت هنا اهو. عشان اسوي عشان اسوي. بتقول له ايه يا حسني؟ سامحني يا شاف. بتقول له ايه يا حسني؟ ايش؟ مظلوم، اتفقنا؟ ظلمته. مين بيقول لك ايه؟ هشام مثبت عنده المكان.